دانجوينا 6 اكتوبر ده جاز الاثنين عشان يتبعثوا سودا اهو جاز بيتحط في شراكه شراكه وبراميل يا عم في ايه يا عم انا ايه في مشكله انت بتصور انت بتعمل كده ليه؟ وانا بعمل كده انا ماشي رسمي انت بتصور انت مش بتعمل كده رسمي؟ احنا مالناش اللي انت تخش تصور بدأنا الظهر وانا رايح اصلي في الجامع اللي جنبنا دهوت ببص لقيت فيه شبه وقود طالع من هنا اللي هو الجاز فشكيت فيه ان هو جاز فروحت حطيته على ايديا كده وبشم لقيته جاز صافي فاستغربت ان في جاز طالع من قلب المجاري فجينا هنا الناس كلها تلموا قلت لهم ده جاز يا جدعان بيطلع من قلب المجاري فطبعا بنبص لقينا كل مدى الجاز بيزيد يعني انت لو تصور حضرتك من هنا لغايه اخر الشارع لانك ده بداوا يشيلوا فيه بالفنطاز بتاع المجاري هنا اهو اللي ما ثبتش في المشحمه ان هو فضه السحنه بتاعه يبقى هو ده اللي عامل العمل ده مش هو المفروض ان هو بيستلم بكارته ولا باي حاجه وبيستلم المفروض ان هو بيستلم بحاجه وبيستلم بحاجه على الحرف كده اكتر من 80 جيركن كبير حجم ال 20 رجل الناس عبوهم من على الارض تخيل ان 20 جيركن كبير حجم كبير يتعبى من على الارض هنا يبقى هو كان مستوى الجاز قد ايه طالع من المكان